مثل خير. المثل بيقول لو حطوا دريس على دريس لابد من مطر الخميس، والدريس هو سنابل القمح المحصودة واللي بتنفرك ببعضها لفصل التبن عن الحبوب، وهالعملية بتتم بشهر حزيران، والمقصود إنه القمح بيضل بحاجة لسقوة بأيار، يعني الشهر الخامس من السنة، ليقدر يندرس على البيدر. بالعودة لطقسنا، طقس شتوي متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع وصول المنخفض الجوي يوهان حامل معه أمطار غزيرة وبرق ورعد وسيول وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر، ورح يستمر عدة أيام. أما الحرارة فبلشت تنخفض والرياح قوية شوي، الرطوبة عادية، البحر مائج وحرارة 118 درجة. والليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم مع رياح ناشطة وتساقط أمطار خفيفة وبداية انخفاض بدرجات الحرارة، ولبكرة طقسنا غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار بتشتد غزارتها مساء ومترافقة بعواصف رعدية واشتداد بسرعة الرياح بسبب وصول المنخفض الجوي يوهان وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 13 على المرتفعات، 6 بالبقع درجة والأرز 2 تحت الصفر، ومننتقل نشوف جولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة. إذن رح نبدأ من الكارنتينا 18، علمان 18، البازورية 16، برعشيت 11، المختارة 8، المنصورية 15، عرسيل 11، الديمان 5، ومراحل عين 17. أما الرطوبة فبتتراوح بين 40 و75%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ورياحها بتكون شمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 12 أدناها وأقصاها 20، نهار الأحد بتتراوح بين 10 و18، ونهار الاثنين بين 10 و15. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 13، دمشق 16، ومننتقل من بعدها إلى الدوحة 25، تونس 13، والجزائر 12، عفوا، برلين 3، وباريس 7. وهيدا كان كل شيء. باي.